أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً ينص على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة 6 أشهر. نص القرار على إلزام حائزي السلع 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزناً لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية. كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة التي تم تشكيلها مؤخرا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية.